طيب ايه الاخطاء الشائعة في الرجيم؟ الاخطاء الشائعه في الرجيم حاجات كتيره. يعني اولا تبتدي من ان انا ماشيه على دايت مش مظبوط، بمشي ورا الموضه. يعني الدايتس دلوقتي بقى فيها موضه، زي كيتوجينيك دايت، زي الصيام المتقطع. دي حاجات بتظهر حديثه والناس بتمشي تجربها وبيجي لهم مشاكل. دي اخطاء. الاخطاء التانية في الدايت نفسه، ان ممكن يكون شخص النظام بتاعه لازم يكون فيه ريستريكشنز قوي، ان هو يصحى بدري وينام بدري وياكل، لا ما بيمشيش على المواعيد، برضو غلط. ما بيشربش ميه كتيره، برضه غلط، لازم يشرب ميه كتير. بتحط تكتبي له خضار وفاكهه في الدايت، ما النظام. بياخدهمش، تمام. بيشرب كميه كافيين اكتر من الحد المسموح، فبيعمل لنفسه حاجه اسمها سلطه نوتا ريتنشن. يعني بيجمع ميه جوه جسمه بسبب الكافيين العالي، فبالتالي برضه ما بينزلش، ما بينامش. الناس متخيله النوم ده ايه، يعني عادي، طب يعني ايه مشكله ما نمش يعني. لا، النوم بيأثر على مهم. هرمونات كتيره جدا، يعني بيساعد على نزول الوزن، بيمنع من الاكتئاب، حاجات كتيرة قوي النوم بيأثر عليها.